السابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا التأثير بيوم من أيام سفر الخير بألبانيا شارك النجوم من فريق الأدعم وفريق الوسيل الشيخ راشد المسردي والشاعر علي بالرفتة بعض المشاريع الشيقة واللي كان لها أثر طيب في نفوس المستفيدين. راح نشوف بهذه الحلقة المشاريع اللي زاروها مع بعض. فريق الوسيل كان عندهم مشروع آخر عليهم زيارته وهو مشروع بيت بلاستيكي كانت الجمعية أهدته لعبد الرحمن عمل عليه وطوره حتى أصبح لديه بيت بلاستيكي آخر. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنت عبد الرحمن؟ الله يرزقك من حيث لا تحتسب. ما شاء الله نشوف عندك عدة مشاتل. خبرنا كيف حصلت عليها وشلون ومتى؟ أهلا وسهلا بكم. أنا أعمل هنا بفضل الله في هذه الأرض، وهذا البيت البلاستيكي من قطر الخيرية، فالحمد والشكر لله. الحمد لله، جزاهم الله خير، ما قصروا. يعني إلى وين وصل وكيف استفاد؟ شلون استفاد ولين وصل؟ الوضع بخير، ليس بالممتاز وليس بالسيء. الفترة كم صار للفترة؟ منذ سنتين والوضع في تحسن. نشوفك تزرع، وش قاعد تزرع؟ أقوم بزراعة الخس والفاصوليا. شكله إنسان مبتسم ويبين عليه إنه مرتاح يعني. الحمد لله، فالإنسان مكتوب له رزقه وأجله، فيجب علينا أن نعمل ونحمد الله. قل له وش طموحك الآن؟ وش تتمنى؟ حقيقة الحياة تحتاج التعب، وأنا مؤمن بهذا الشيء، وخطتي بإذن الله أن أقوم على تطوير المشروع وأقوم بزراعة أكثر من صنف، وبالحقيقة أريد أن أشتري حراثة بإذن الله بعد أن تتيسر الأمور المالية وخزان ماء مناسب للزراعة وبعض المواسير الزراعية الخاصة بالري. الله ييسر امورك ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسر. احنا معجبين بكفاحه بهالطريقه هذه، وحبينا نزوره ونشوف نستفيد منه. مشروع بسيط بطموح كبيرة ينشئ هذا العمل الجبار.
بمبلغ بسيط ميسور منك نستطيع التنفيس عن اخوان المسلمين في ألبانيا. ذهب فريق الأدعم والشيخ راشد إلى المسجد للصلاة والاستعداد لإكمال يومهم مثل ما خططوا له، ولكن تغيرت الخطة في اللحظة الأخيرة. خلينا نقول المشروع هذا طبعا خلاص اعتبرته مشروع لا المشروع هذا سابق، هذا على طريق جمعية قطر الخيرية، فدائما احنا نمر المشاريع اللي تخص جمعية قطر الخيرية. فقلنا احنا ما دام احنا مجيين نصلين مرينا عليه، فلاحظنا هو صار فترة طويلة المسجد، فقلنا على الأقل لو نساهم بالشيء البسيط في هالمسجد انه يرجع على رونقه الأولي ويكون طريقة مبناه الأولي، من صبغ من صيانة بسيطة إذا الله أراد إن شاء الله، بوية يعني وزي بوية كذا خفيف كذا إذا الله أراد إن شاء الله. إيه فما أدري إيش رأيكم، أنتم جاهزين؟ والله جاهزين، إحنا نشوف إنه يحتاج، هذا بيت بيوت الله سبحانه وتعالى يحتاج. ما دام إحنا جاهزين، في بعضنا يمكن بيشوفونا الآن يقول لك الربع ضال اللي بيتعبون بيسمون، يبي نعرف أجر في الموضوع هذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله مثله بالجنة. يعني عظم لجر عظيم، ولكن يحتاج همة، لأن هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. فإحنا بنتكاتب إن شاء الله، بنوصل الرسالة وإن شاء الله بعين الله سبحانه وتعالى ونبدأ فيه. استغل هالفرصة ونذكر قصة في هذا الموضوع، ما أدري قد سمعتوه بها أول ولا لا، لكن نذكرها من باب التذكير. في أمير أمر ببناء مسجد وقال للناس لا أحد يشارك في هذا المسجد بريال واحد، أبغى أسجله باسمي. فالناس ما شاركوا. جاء في هذاك اليوم عجوز كبيرة في السن، جات من جنب المسجد هذا، من خارج السور وهم يبنون، تفرجت فيه شوي ومشت. بعد ما اكتمل المسجد كتب اسمه عليه هذا الأمير، كتب مسجد الأمير فلان وابن فلان، وحط اللوحة وضبط الأمور وافتتحوا المسجد وصلوا فيه. بعد ليلة من افتتاح المسجد جاء في الحلم أنه يكتب المسجد باسم العجوز اللي إيش اللي مرت من عند المسجد. ترك الموضوع. الليلة الثانية حلم بنفس الحلم. الليلة الثالثة حلم بنفس الحلم. قال ازهموا للعجوز باسمها، قال شوفوا العجوز فلانة بنت فلان هي موجودة معنا في هذه القرية في هذه المدينة، جيبوها لي. جابوها له وهي خايفة، قالت وش أنا سويت أنا يوم تنادين. يوم جابوها قالوا لها أنت وش سويتي في المسجد؟ قالت والله ما سويت شيء. قال لا أنت حطيتي شيء في المسجد، والأمير حلم ثلاث مرات أنه يكتب المسجد باسمك، وش سويتي؟ قالت والله ما سويت شيء ولا حطيت شيء ولا دفعت شيء. قال لا سويتي شيء، وش سويتي؟ قالت والله إلا في دلو ماء قربته من البغل اللي شلت بنا الله يعزكم والمسجد والملائكة، قربته من البغل اللي شل روض العمال اللي شل الأغراض، غير قربته يبغى يشرب وبعيد عنه قربته له. يعني عمل بسيط المرأة هذه قدمته، وشوف المسجد كله هو صافي ميزان حسناتها. طيب الآن أنت شو تشورون؟ نشور طال عمرك أن نروح نجيب البوية. نبدأ إحنا نبدأ فيها ترميم. إحنا نبدأ فيها جاهز الترميم. أبو أحمد توكل على الله. يلا أنا أشوف حتى المسجد من الخارج محتاج أكثر من الداخل. يلا بدينا بعيدنا الله. الله يلا بسم الله. قرر الفريق أنه يصبغ المسجد من الخارج كمساهمة منهم في ترميم المسجد في ألبانيا. وجهتهم الأولى كانت محل الصبغ. Hey, 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 hey.
الحمد لله ربي أكرمنا وتفضل علينا بأن نشارك في ترميم هذا المسجد. ومثل ما تعرفون أنتم فضل المسجد وبناءه والمشاركة في إقامة المسجد فضل عند الله كبير سبحانه وتعالى. فحاول أنك تشارك لو بجزء بسيط، إذا ما تقدر أنك تبني مسجد حاول لو أنك تشارك بجزء بسيط في بناء هذا المسجد. المسلمين في ألبانيا يحتاجون الدعم ويحتاجون إلى الوقوف بجانبهم، يحتاجون إلى حتى كفارة الدعاء وتصحيح العقيدة عندهم، ويحتاجون إلى بناء المساجد واحتوائهم في هذا الموضوع. لو ما بادرنا وساعدناهم ورتبنا أمورهم على إمكانياتهم البسيطة ما راح يقدرون يسوون شيء، فحنا أحق وأبل أولى بهم من غيرنا. الذي يعمر مساجد الله يبني هذه المساجد، لأنها من خير ما يترك المؤمن بعد وفاته أن يعمر بيتا لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم الأجور عند الله سبحانه وتعالى. لما تعمر بيت من هذه البيوت، ما من أحد يصلي في هذا المسجد، ما من أحد يقرأ القرآن، ما من أحد يجلس فيه إلا وكتب لك أجره قبله، بل وتدخل معه من باب الصلاة يوم القيامة. قرى كثيرة هنا محتاجة لهذه المساجد، مدن محتاجة، وناس كثر محتاجون ليجتمعون فيها ليتعلمون التوحيد. نحن إن أهملنا هذه المساجد والله ستحول إلى كنائس، وستحول إلى متاحف وإلى دور يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى، ونبقى نحن المسؤولون عنها كمسلمين يوم القيامة أمام الله. الله الله في بيوت الله في مشارق الأرض ومغاربها، والله تجدون بيوتا في الجنة لا يعلم سعتها وفضلها وجمالها إلا الله، فبادروا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والله يعني مثل ما تفضلت أخوي عادل، المشاريع المحزنة والمؤثرة اللي نتمنى أن تبدل بفرح في فترة إن شاء الله قصيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم المتبرعين اللي راح يشوفون هذه الحالات على الشاشة ويعتمد على مدى تأثرهم، مثل ما تأثرنا إحنا يعتمد على مدى تأثرهم هم. وإن شاء الله أنا متأمل خير، لأن يعني إحنا ما بالغنا تصويرنا ولا كلفنا على روحنا، واقع هذا الواقع، هذا الواقع اللي احنا شفناه بنقله لهم، والله ان شاء الله يعني يقدم لنا فيه الخير للجميع ان شاء الله يا رب. واتمنى ان احنا نكون توفقنا. تسلم يا حبيبي، تسلم براشد ان شاء الله يا رب. هو الواقع ونقلناه مثل ما هو، ونتمنى انه يوصل للناس اذا ما كان بنسبة 100% أقل شيء يوصل بنسبة 70-80% يحسون. والله أي نسبة براشد مطلوبة، أي نسبة مطلوبة، ما واللي حضر واللي شاف غير اللي سمع. نعم، أنك أنت أنك تشوف بنفسك غير أن أنت تسمع. ما أنا سبق قلت لكم مقطع كلامك إلا بالخير، يعني أتأثر بعض المقاطع اللي كنت أشوفها قبل، بس يوم جيت على أرض الواقع تأثرك غير غير. أنا كنا مثل ما قال أبو خالد، كنت أشوف أنا مقاطع، أشوف برامج وثائقية تكلم عن الناس المحتاجين. مور شوغر إيه راجع حبيبي، الناس المحتاجين أقول في الدول بشكل عام كل الدول. فكنت أشوف أن اللي قاعدين يشوفه فيه شيء من المبالغة، لكن بعد ما عشنا معهم كنت تحس انه تمثيل مثلا؟ كنت اشوف انه فيه مبالغة، يعني مو معقول ان انسان ما عنده بيت، ولا انسان مسكين، ولا انسان الدرجة هذه. متى كنت تحس بالمبالغة هذه؟ اقول لك كنت اشوف برامج وثائقية، اوكي، كنت احس انهم يبالغون. لكن الان بعد ما عشنا وشفنا مور شوغر، عرفت ان اللي يظهر ممكن يكون جزء بسيط من الواقع. شوغر يعني ممكن يظهر يكون جزء بسيط جدا من الواقع اللي صاير. يعني شفت انتم الايتام اللي جيناهم والبيوت اللي جيناهم، يعني الحالات اللي مساكين، يعني اشياء ممكن
الذوق العام ما يسمح لك تصورها، لكن شفناها احنا اشياء يعني اشياء فعلا يعني محزنه. لان في بعض الشباب مثل ما ذكرت يعني المسافات، بعد المسافات في واحد على ما اعتقد من الشباب ذكر وين قطر الخيريه وصلت هاي هذا للمحتاج في هالمنطقه. انا اقول يعني قطعت المسافه ذي يعني في قلتوا في يعني كيف دروا في ناس محتاجه في من غير اللي ما دروا في المكان اللي احنا فيه، ليش راحوا يعني يوصلون البعيد؟ على فكره ابو خميس والله يهونون الشباب في البانيا، احنا شفنا ايتام بالالوف صح، الايتام ما يقارب اللي في البانيا الاف صح 5000 كم عددهم تقريبا؟ عدد كبير 2500 اللي محصلين الان اللي هنا، لكن في 3000 3000 محتاجين كفاله. هذول ال 3000 ترى اللي قدرنا نعرفهم وقدرنا نعرف انهم محتاجين، انا اعتقد زيهم واكثر ما يدرون ان فيه ناس ما حد وصل صحيح. فعلى ما قالوا نسال الله وشيء الاخلاص والتوفيق، و البوسنة سوينا فيها عمل جميل جدا وجبار، والبانيا قدمنا فيها شيء جميل، وباقي كوسوفا. وفي النهاية نسأل الله أن توصل رسالتنا حنا، وأن نقدر أن نؤدي أمانتنا كمسلمين، لأن هم أبو راشد ذكر ذاك اليوم قال حنا مسؤولين عنهم، ترى شفت فلان هذا اليتيم حنا مسؤولين عنه. صح أن حنا موجودين ساكنين في الخليج وهنا في الخليج، بس هذا مسلم، طالما أنه مسلم لو يروح في آخر الدنيا فأنت مسؤول عنه. نسأل الله التوفيق إن شاء الله بإذن الله. الله ان شاء الله بميض ان شاء الله اخيره اعطيكم شيء معروفه، بس انه ودنا باللي طلبها منك بحر الكرم. لا دقيقه في واحده ثانيه، في شيء معروفه ومنشدها الله يرحمه وكاتبها صح لسانه، يقول يا الله يا اللي بكنا عزونا اهتدى يا ملتجى المخلوق لا قل جهده، اغفر لي زلات لحان وعدي وعوذ بك من شر نار موقده، ضاق الفضاء والكون بي وين غدي لصارت اطوال الحبال معقده. هذه على لسان كل محتاج. هذا جفران اليوم والله، جفران المري الله يغفر. سمع فريق لوسيل من المرافق من جمعية قطر الخيرية عن امرأة كانت تمتلك بقرة، لكن هذه البقرة أصيبت بمرض وماتت، فقرر الفريق تعويضها الخسارة، وتوجهوا المزرعة مختصة ببيع الأبقار، وكان معاهم الشيخ راشد. هذه يا شباب كم سعر هذه؟ هذه البقرة $3,000. 3000؟ لا نزل هذا الأيتام، قل له خلك معنا في الخير. أنتم اخترتم أفضل بقرة موجودة. دسكاون يو نو دسكاون. ميزانيتنا محدودة، قل له احتسب عند الله، ما عندنا مثل هذا المبلغ. قل له يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكف اليتيم كهاتين، فأشار بالسبب التي تليها، ما نقص مال من صدقة. نقص كم؟ وإن كان ودك تعطينا معها بقرة هدية بعد للي ما أنا عارف لأن في كثير الأماكن يعني موجودة يعني، بس أنا عشانكم جيتم أنتم، أنا سأعمل تخفيض يعني من 3000 سأعطي لكم يعني 2500. يا سلام عليكم. الله أكبر. طيب. الله أكبر. جزاك الله خير. حليب كويس، لبن كويس ولا لا؟ هذه البقرة تنتج 25 لتر من هذا الحليب. آخر سعر، ما يقدر ينزل أكثر. شباب
العلف هذا كم يكفي من بقرة؟ يكفي ثلاثة شهور. بس نوعية جيدة ولا وش؟ هذه نوعية جيدة. يفيد الحليب أكثر الحليب فيه؟ بالطبع. لأن هذه البقر عند أيتام لازم نسأل أسأل مفصل لأنها في الأمانة. طيب أجي توكلنا على الله. توكلنا على الله خلاص. بسم الله. أوكي. مع السلامة. شكرا لك. شكرا جزاك الله خير. شكرا جزاك الله خير ما قصر. كنت تتوقعين احد يجيب يعوضكم بقره يجيب لكم بقره عندكم تستفيدون منها؟ في الحقيقه لم اكن اتوقع اطلاقا خاصه في هذا الوقت، فكنت انتظر من يمد يد المساعده لي، فانا اعيش بلا اي دخل. انا اشكركم جزيل الشكر حقا. الحمد لله جابها الله سبحانه وتعالى، واحنا جايين بالبقره. ولا تنسينا من دعاك دعاء لمن قام على هذا العمل. جزاكم الله كل خير، وجزا من قام على شراء هذه البقرة كل خير. طبعا قطر الخيرية كعادتها يعني تكمل إحسانها دائما في المشاريع الخيرية، وهذا الأكل تقريبا حق ثلاثة شهور أو ثلاثة شهور ونص للبقرة هذه. تستاهلون كل الخير. الله يوفقك. يلا مع السلامة. تستاهلون. يلا.